والله الصعوبات اللي في الفيلم كانت عن طريق ان احنا الفيلم كله تقريبا 90% منه خارجي و90% منه شوارع حقيقية في كل أنحاء مصر، و99% منه ليل، لأن الأحداث كلها بتدور في ليلة واحدة إلا مشهد أو مشهدين بس نهار. فلك أن تتخيل بقى الصعوبات اللي ممكن تواجهنا في الشارع، اللي ممكن تواجهنا أثناء التصوير عدد محدود جدا من الساعات خارجي ليل بس. اوعدكم ان شاء الله تتفرجوا على فيلم محترم، فيلم كوميدي اكشن، الكوميديا تعتمد على الموقف.